مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لسيد الكأس بين شبيبة بيجاية وأتلتيك بارادو حملت الفرج واللعب الجميل والفرص وافتقدت الأهم حيث انتهت كما بدأت ببياض النتيجة. شبيبة بيجاية كانت الأحسن من حيث عدد الفرص المتاحة طوال وقت المباراة لكن دون إحداث الفرق، فضيع في الشوط الأول أدرار وخلاف وزعموم لمرات عديدة وبطرق مختلفة. البارادو في هذه المرحلة أتيحت له فرصتين لا أكثر. بعد الدقيقة 25 ضيع لصيف الأولى وانعيجي الثانية. بعد العودة من غرف تغيير الملابس حاول رفقاء بوشين التأقلم أكثر مع طبيعة أرضية المستطيل الأخضر، لكن الأمور لم تسر في الطريق الصحيح ما جعلهم يتمركزون في الخلف ويشددون الدفاع. محاولات جياسن بي تواصلت بالمقابل إلا أن اللمسة الأخيرة غابت. أخطر فرصة في الشوط الثاني كانت للبارادو وجها لوجه، ضيع كل من لصيف ونعيجي وبن عياد عند الدقيقة 70، كما ضيع هدف السبق للمحليين خزري عند الدقيقة 80، لينتهي بذلك اللقاء بلا غالب ولا مغلوب في انتظار مباراة العودة بمعقل البارادو.